لدى استقبال سموه لرئيس وزراء بريطانيا السابق، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ضرورة أن يكون صناع القرار أكثر تفهما لما تموج به المنطقة قبل وقوع الكوارث فيها وليس بعدها من خلال استقاء المعلومات بشأنها من مصادرها الموثوقة، وليس بناء على معلومات مغلوطة تؤدي إلى رسم السياسات على أسس خاطئة. وقال سموه: جميعنا في هذه المنطقة نحتاج أن نعيش ونتعايش بسلام وأن تكون دولنا مستقرة وآمنة، فالحروب تزعجنا والنزوح عن الدول والهجرات القسرية بسبب الأوضاع غير المستقرة يؤسفنا، واللقاءات والاجتماعات وتطوير الصداقات بين الدول يسعدنا لإسهامه في تقليص الفجوات وتقريب وجهات النظر. فيما أكد ديفيد كاميرون أن أمن البحرين هو من أمن بريطانيا نظرا لصداقة البلدين العميقة وعلاقتهما الطيبة الاستراتيجية، وأن بريطانيا جادة دائما في تقوية وتوثيق علاقاتها مع مملكة البحرين. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية صباح اليوم السيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بمناسبة زيارته للبلاد. وقد تناول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والضيف علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، معربا سموه عن بالغ التقدير للدور الذي اطلع به السيد كاميرون في دعم وتعزيز التعاون البحريني البريطاني وانعكاساته الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية. كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجمل الأوضاع والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها والقضايا على الصعيد الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منوها سموه ضمن هذا السياق بالدور البريطاني في تعزيز الاستقرار ودعم الأمن في المنطقة والعالم.